مع كلمة المجتمع المحلي، مع كلمة الأخ عاكف المصري المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوات والإخوة، الحضور الكريم كلا باسمه ولقبه ومكانته، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. إننا في الهيئة العليا لشؤون العشائر إذ نقدر عاليا مشاركتكم في هذا المهرجان الشعبي الحاشد للتأكيد على عمق العلاقة الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين المصري والفلسطيني. وإننا في الهيئة العليا لشؤون العشائر إذ نؤكد بأن الانتصار لأرواح الشهداء الأبرار في مصر وفلسطين وخاصة في القدس مصر الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يتطلب منا جميعا إنهاء الانقسام الفلسطيني الأسود واستعادة وحدة شعبنا. كفى شعبنا انقساما، فحق شعبنا في ممارسة حقوقه في الانتخابات مكفولة بالقانون وليس من أحد. إن هذه الجماهير الغفيرة التي احتشدت اليوم هنا للتضامن مع شعب مصر الشقيق هي نفس الجماهير التي تطالب بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة. لا طريق إلا طريق الوحدة الوطنية نحو القدس والحرية ونحو تحرير أسرى شعبنا البواسل. في الختام نؤكد مرة أخرى أن مصر دوما في القلب، وأننا في الهيئة العليا لشؤون العشائر وعلى الرغم من شح الإمكانيات إلا أننا سنواصل فعالياتنا وسنستمر بالضغط الشعبي على طرفي الانقسام حتى إنهاء الانقسام الأسود واستعادة وحدة شعبنا. كما سنستمر في فعالياتنا ليس للتضامن مع مصر، فنحن ومصر شعب واحد ومصير مشترك. عاشت مصر وجيشها البطل، والخزي والعار للقتل والإرهابيين. وإلى اللقاء قريب إن شاء الله في فعاليات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.